لم يعد خاصا ببلدنا. فبعد البحث في الشبكة العنكبوتية وجدت أن كثير من الدول العربية لهم يوم شهيد. والحقيقة لفظة الشهيد كلمة مثقلة بالمعاني والقيم التي لا تنهض المجتمعات إلا بمضامينها. لذلك كان حري بنا أن نحتفل بهذا اليوم، لأنها مناسبة لاستحضار تضحيات وبذل وعطاء. والوسام الذي أخذه الشهيد لا مثيل له، الذي يجود بحياته لا يوجد شيء أعظم من ذلك. فهل يوم وقفة لنستحضر هذه التضحيات، وليكون اليوم يوم وفاء واعتبار وإحياء لتلك القيم التي مات في سبيلها هؤلاء الشهداء رحمهم الله. يتزامن هذه المناسبة أيضا باسترجاع قلعة من قلاع العلم والحفاظ على الهوية والانتماء، وهي مدرسة الفلاح في هذه المدينة المضيافة. فتزاوج الأمر بين جهاد البندقية وجهاد العلم، وجمعية العلماء المسلمين التي أسسها الشيخ ابن باديس مع مجموعة من أهل العلم بدأوا جهادهم الثوري كما تفضل الشيخ من سنة 1914 بعدما رجع الشيخ ابن باديس من المدينة، وهو يجاهد في تحرير العقول قبل تحرير الأوطان. والشيخ البشير إبراهيمي رحمه الله يؤكد على هذه الفكرة، يقول بأن تحرير الأوطان يسبقه تحرير العقول، وهذا الذي قامت به جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. وفي النشيد الذي استمعنا إليه في كلمة ابن باديس: وخذ للحياة سلاحها، وسلاح الحياة هو العلم، وهذا الذي بدأت به جمعية العلماء. فهذه المناسبة عبارة عن وفاء واعتراف بالفضل لأهله، فنترحم على شهداء وندعو الله تعالى أن يحفظ المجاهدين الأوفياء لرسالتهم، وأن نترحم أيضا على جهاد علماء جهاد القلم من المشايخ الذين بذلوا كل ما في وسعهم. أقول كما استمعنا إليه أن الأحجار كانت تنقل من مكان بعيد، فهذا الصرح الذي زرناه بالأمس هو عمل مضني، وأيضا البذل والعطاء في فترة كان الشعب الجزائري يعيش الحرمان والفقر. فنحن نكبر كل من بذل جهدا ووقتا وسنتيما من أجل هذا الصرح، حتى يتعلم فيه الأبناء والأجيال ويقوموا بما يستلزمه الأمر في تحرير الوطن. وإطلاق هذه التسمية على هذه المدرسة بالفلاح في حدود علمي لا توجد في اللغة العربية كلمة تدل على معنى الفلاح من حيث تضمنها أو تضمنها الظفر بخير الدنيا والآخرة. لذلك اختارها الشارع الحكيم لتكون إحدى الكلمات التي ترفع على رؤوس المسلمين في الأذان: حي على الفلاح. فهؤلاء المشايخ رحمهم الله من خلال إطلاق هذه الكلمة أرادوا أن تكون فعلا هذه القلعة العلمية فلاح لأبناء المنطقة وأبناء الجزائر في الدنيا وفي الآخرة، فجزاهم الله تعالى كل خير. أقول أن استرجاع هذا البناء وهذا المعلم التاريخي لجمعية العلماء لشعبة تدبورت، هذه ممكن قرينة أو دليل على صدق هؤلاء،
على صدقهم وإخلاصهم فيما قاموا به. طبعا بعد فترة البناية كانت معطلة، فأعادوها إلى الأصل لتكون قلعة للقرآن الكريم، لتحفيظ الناشئة وتعليمهم أمور دينهم، لتقوية المناعة، وهذا أؤكد عليه، تقوية المناعة في هذا الجيل. التحديات التي كانت في زمانهم لا تساوي التحديات التي يعيشها هذا الجيل في عصر الإنترنت، التي أزيلت الحدود بين الشعوب والأمم مع هذا التواصل، مع وسائل التواصل. لذلك احتاج الأمر إلى تقوية المناعة من كل ما يراد بأبنائنا وبناتنا والشباب وهذا الجيل من الانحراف في تفكيرهم، في سلوكهم، في اهتماماتهم. فنتمنى أن تكثر مثل هذه القلاع، ليس فقط في هذه المدينة بل في كل زاوية من بلادنا، شرقا وغربا، شمالا وجنوبا. ونؤكد لمشايخنا وأساتذتنا الذين درسوا وكان له فضل في استرجاع هذه البناية، نطمئنهم كما قال الشيخ محمد العيد الخليفة وهو يذكر مآثر ويطمئن الأجيال، أو من باديس رحمه الله: لا تخشى ضيعة ما تركت لنا سدى، فالوارثون لما تركت كثير. فإن شاء الله نبشركم جميعا. الحمد لله تركة ابن باديس ليست ملكا لمن هم في جمعية العلماء فقط، فهي ملك لكل الجزائريين، فهي ملك جميع الجزائريين، لأن الثلاثية المقدسة التي وضعها رجالات الجمعية، اللغة الإسلام ديننا والعربية لغتنا والجزائر وطننا، كل فرد في هذه الأمة يجد نفسه فيها، فهو يحمي هذا الوطن، يتشبث بهذا الدين وما جاء به، وبهذه اللغة التي هي اللغة الحضارية التي تجمع بين جميع الجزائر، بل تجمع مليارين من المسلمين وليس فقط العرب. طبعا تتزامن هذه المناسبة أيضا مع معاناة ما يعيشه إخواننا في فلسطين، ونقول الحمد لله أن الموقف الجزائر الرسمي والشعبي على قلب رجل واحد، والشعب الجزائري من أكثر الشعوب إدراكا لمعاناة إخواننا في غزة وفلسطين بوجه عام، لأنهم ذاقوا المرارة من الاستعمار، ذاقوا الأمرين من هذا الاستعمار الخبيث، لأن الاستعمار وجه واحد سواء كان من الشرق أو الغرب، وتاريخهم حافل بالقتل والإبادة والمجازر. وقل الحمد لله الآن لو إنسان يفتح على مواقع التواصل سيجد الصور التي نشاهدها الآن في غزة كان يقوم بها المستثمر الفرنسي في بلادنا. فلا شك أن الشعب الجزائري وأكثر الشعوب تضامنا مع إخواننا الفلسطينيين، وأقول الحمد لله فيه مساعي على مستوى الرسمي من خلال رفع دعاوى إلى محكمة الجنايات، أو شيء محكمة لاهاي، لأن الجزائر لا تمتلك علاقة بإسرائيل حتى تستطيع أن ترفع عليها دعوة، وإنما في محكمة الجنايات. وأيضا على مستوى مجلس الأمن، الجزائر لها ممثل في مجلس الأمن، وأيضا على مستوى الشعبي الحمد لله الشعب الجزائري محتضن للقضية الفلسطينية في الشرق، في الغرب، في الشمال، في الجنوب. إن شاء الله نأمل بحول الله تعالى بعد أن يتوقف هذا العدوان يفسح المجال إلى المساعدات لإعادة إعمار هذا البلد الطيب، من مساجد، من مدارس. وقد كان لجمعية العلماء بناء مستشفى خاص تخصصي اسمه مستشفى الجزائر التخصصي، إن شاء الله نعيد بناءه وتجهيزه بما يتناسب، ونأمل إن شاء الله أن يكون ذلك قريبا ليس بالبعيد. وهذا لا يمنعنا أن ندعو لإخواننا في الصباح وفي المساء في كل وقت، أن يكف الله تعالى أيدي الظالمين من الصهاينة على إخواننا الفلسطينيين، وأن تبقى هذه القضية حية في قلوبنا، لأنها ترتبط بأقدس المقدسات عند المسلمين وهو بيت المقدس.
القبلة التي كان يتوجه إليها النبي، توجه إليها النبي صلى الله عليه وسلم لمدة 17 شهرا، ومنها كان معراجه إلى السماوات العلى. فالمسألة مرتبطة بمن أعتقده. فلا يسعني إلا أن أشكر في ختام هذه الكلمة كل من أسهم من قريب أو بعيد لاسترجاع هذا المعلم التاريخي، ليكون قلعة للعلم والقرآن الكريم في تحصيل الناشئة صغارا وكبارا، وإشاعة الخير والنفع والعلم، وإعطاء السلاح لهذا الجيل ليحمي نفسه مما يراد به من السوء، من الإخوة في شعب جماعة العلماء، من رئيس البلدية وإخوانه في المجلس البلدي، من السيد رئيس الدائرة، من سيد الوالي، من الآن الممثلين في مجلس الأمة، في أي موقع من المواطنين، من المواطنين الذي ساهموا بأموالهم وبوقتهم وجهدهم من أجل أن تكون هذه المعالم هي وجه هذه المدينة المضيافة إن شاء الله. فبارك الله فيكم جميعا، وجزاكم الله تعالى كل خير، وحفظ لنا شيوخنا وأساتذتنا الذين كانوا فعلا يؤطرون هذه المدرسة. بارك الله في الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.